تحدثنا القادم. بتعرفوا مين أول شركة عربية نزلت على ناسداك؟ كل شيء إيش هي؟ أوكي أرامكس والوحيدة. أوكي بعدين بقى يحدش مستردي عيد الغلطة. أوكي في معانا إياد كمال اللي هو السي او او تبع أرامكس. قضى زي ما بحكي لي 20 سنة في أرامكس، يعني هو من الرعيل الأول. أي سؤال رح تسألوه مش مفروض ما يكونش عارفه عن أرامكس، خلص من الرعيل الأول. وإجا علينا حامل صندوق هدية من أمازون، لاحظت طبعاً فاضي الصندوق ما تدفعله شيء كثير. بس خلنا نسمع هلأ برزنتيشن من إياد كمال، وعن هو صديق عزيز من فترة وقرابة باي ذا واي أو بلديات، فديروا بالكم عليه. إياد، نرحب بإياد على الستيج. مساء الخير. راح اطلع امشي اذا وانا عم بعمل برزنتيشن، لانه متعود اني امشي ما بوقف محل واحد. طبعا كل ما اروح محل راح اتلاقى معي كرتون، لانه عايش بين الكراتين والشحنات. فراح كثير عن موضوع الشحنات. هلا مع داخل اذنكم كمان في كثير من الحكي راح احكي بالانجليزي، فلا تحزنوا اذا حكيت كثير بالانجليزي. خليني اسالك اكمل سؤال اول. مين هون عمره اشترى فروم ويب سايت اونلاين ويب سايت؟ فيري جود. مين هون اون ذا اي كوميرس سايت او بيشتغل باي كوميرس سايت؟ اوكي. How many? How many one حابب لو صحيح له يعمل e-commerce site؟ Maybe you thought online. Is this a dream? Would you like to set up an e-commerce site? Ecom one, very good. How many here know what to do to set up an e-commerce site؟ اللي حكوا هلا جاوا إنه حابين يعمل e-commerce site. في حد بتعرف شو لازم يعملوا؟ So that means that in the future, presentation, inshallah. هلا basically I'm going to talk. I'm going to purely logistics. I'm going to talk about shipments, on freight, on markets, on customers. Okay, so handle. There's one thing in e-commerce, in logistics, is called front-end fulfillment. Selection of colors, the look and feel of our website, up to the buy now button. I mean, because we had buy now, everything after that, we call it back end fulfillment. And this is where Aramex gets involved. We handle the back end fulfillment. What we get in the order from the website up to delivery and measuring the service of that package. Okay, so I'm going to talk a lot on the back end fulfillment. By the way, hello, I'm Aad. قلت بدي احاول اترجم باك اند فولفيلمنت بالعربي شو معناتها. فقلت هون باك يعني ظهر، اند اخر، فولفيلمنت ما عرفت ايش فولفيلمنت كلمه كامله، قلت فول مليان، فيلم معبى ومن نعنع. فعشان هيك بنضحك بالانجليزي. هلا في فرق بين في شيء اسمه تراديشنال كوميرس واي كوميرس. Traditional commerce, راح أعطي example على smart buy هون كلنا نعرفه بالأردن، أو مثلا زي STS اللي هو وكيل مثلا Dell Computers بالأردن، و Amazon.com اللي كلنا نعرفه، أو سوق، أو جب، أو سكر، أو كل هالوي أبو ويب سايتس اللي على العربي. هلا شو الفرق بين traditional commerce وال e-commerce؟ أولا traditional commerce it's in bulk الشحنات، يعني بتلاقي لو تروح على STS أو بتروح على smart buy لما تدخل البضاعة تدخل بكراتين بفلتات، يكون في بلت عليه شي 30 لابتوب، يكون في بلت ثاني عليه مثلا LCDs. فthey buy in bulk. In e-commerce logistics كلها ايش؟ packages parcels. Okay, this is يعني تيجي شحنات كبيرة طبعا، بس the majority of the packages in e-commerce you're talking about small size parcels. Another important difference, demand style is push. بتلاقي هون مثلا بالعالم العربي بكل العالم لما اتش بي بامريكا بدها تبيع بضاعه للديستريبيوترز بالعالم العربي
هم they push the volume to them. يعني ما بستنوا والله الوكيل اللي قاعد هون بعمان يحكي معي له والله بعت لي 30 حبة. هو he pushes 30 بقول لك عايز تبيع. إذا أنت بدك تكون وكيل لي أو distributor you have to sell a certain amount of products and خد هاي 50 حبة وبيعهم. So it's all push. بالإيكوميرس logistics it's all pull. أمازون قاعدين بستنوا. أوكي عم استنوا أنا وانتو السوق نفس الشيء كل الويب سايتس عم استنوا الزبائن يدخلوا على dot com and to buy these products. So it's a pull process versus push. The average order with traditional commerce is $1,000 and more. With e-commerce, it's $100. اللي بيستعمل في حدا منكم هون بيستعمل shopmanship. Shopmanship تعرف عن shopmanship. Basically, it's a service عليها بالعربية لنسهل الناس نسهل على الناس يشتري من أمريكا. بدل بيشحنوا international بيشحنوا لآدرس بأمريكا بنيويورك من نيويورك بيشحنوا للزبون بنسلم ببيته. بالشوبنشيب كمان this is by the way Forrester research مش العادي هذا الحكي بس كمان إذا طلع أرقام الشوبنشيب the average value per order with e-commerce is less than $100. Okay. If you look at the destinations are concentrated بالبلك. يعني بيجي بقول لك السوق is already مهم جدا. بتلاقي كل البضاعة موجودة بالسعودية. بس لما تيجي تطلع على e-commerce highly dispersed ما بتعرف راح يجيك طلبية. في احتمال يجيك order بواحد قاعد بأوتيل بالعقبة أو واحد قاعد بزرع أو واحد قاعد بعمان غربية أو بالشرقية ما فيش شي destination معينة بالإيكوميرس. You can get an order from anywhere in the world. Finally demand is stable consistent. خلاص عنده ال HP بده يبيع 100,000 كمبيوتر بالسنة let's say. بعرف إنه لازم يبيع 100,000 هاي التارجت تبعه. هلا كيف ببيعهم بزت على distributor خليه يبيعهم. Okay. بالإيكوميرس it's highly seasonal. هاي السيزون يعني عندنا كريسماس عندنا نيوز عندنا الاعياد عندنا باك تو سكول عندنا ينزل الايباد الجديد مثلا او الايفون 4S لما نزل اوتوماتيكلي بتلاقي الاي كوميرس بوم بامازون بوم بابل. سو اتس فيري سيزونال. اوكي سو ذس از ا ميجر ديفرنس بين تراديشنال اي كوميرس اند تراديشنال سوري لوجيستكس اند اي كوميرس لوجيستكس. هلا هون عندي هاي الكرتونه باي نفس الكرتونه هاي. اوكي ذس از ان اوردر ذات اي ميد فروم امازون. اوكي شو شوب اند شوب بس اعطيكم فكره. هي الشحنه هاي طلبتها وصلتني باربع ايام. اوكي زي ما حكى وسام it's a pick up from point A to delivery to point B but it's a very complicated process. بس I'm going to go through steps. هاي الشحنه اللي وصلتني باربع ايام كيف وصلتني؟ اول شيء شو عملت انا؟ I ordered amazon.com. دخلت amazon.com وكنت اشتري actually accessory للايباد تبعي حقه يمكن شيء $35. دخلت Amazon.com. As soon as I placed the order, شو جاني؟ جاني email بقول له thank you for your order. We're going to ship it on UPS.